السبور، الموسيقى، الأخبار. أوزي فم سمعك التصويرة. بي هابي، بي هابي، عيشها صح في الدار، في الخدمة، في الشارع. بي هابي مع ربيعة بن يوسف ومحمود الدغباجي على أوزي فم. بي هابي، الحياة حلوة. صباح النور، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. الحياه حلوه، هذا ما نتمنوه ان شاء الله. بعد ديما ونتعدوا حصه معانا تكون عندكم افاق احسن، خاصه في تربيه الابناء، نظرا للتشكيات الكبيره الجينة في عدم القدره ربما على التربيه الصحيحه للابناء. ان شاء الله هذا هو باش يكون موضوعنا. فقط نرحب بربيعه بن يوسف، مرحبا بك. صباح النور ربيعه. اهلا، صباح خير، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين، مرحبا بكم. شكرا ليك. تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا الكرام على رقم الهاتف اللي عرفتوه أكيد 75-278-800 لطرح استفساراتكم حول موضوعنا اليوم. المرة الفاتت ما زلنا في المحور ولا الكبير متاعنا اللي هو التربية الإيجابية. ربيعة، تعرضتي مع زميلة هدى المرة الفاتت لتعريف التربية، مهارات التربية بالنسبة لتربية الأبناء، الاستماع والأنصات كمحور للمهارات في التربية، وكذلك الحوار اللي هو مهم ومهم جدا. كان نعطوا حوصلة سريعة للفقرة متاع المرة الفاتة. بالفعل في الحصة اللي فاتت كان كنا تعرفنا مع المستمعين ومع زميلتنا هداء حول مفهوم التربية وتعريف التربية، وشفنا اللي تربية فيها ثلاثة معاني. التربية هي من ربى يربو أي زاد ونما، ثم شفنا المعنى الثاني للتربية اللي هو ربى أي ترعرع ونشأ. نقولوا مثلا فلان تربى في كنف والديه ولا في حضن أمه. ثم شفنا المعنى الثالث للتربية اللي هو التولي والقيام، وشفنا أمثلة على ذلك كما محمد الفاتح اللي والده خصص له ثلاثة مربين، واحد يعلم السلوك، الآخر يعلم العلوم الشرعية واللغات، والآخر معناه يعلم الرياضة والفرسية. كذلك تعرفنا محمود في الحصة الفارطة على مهارات تربوية، وشفنا اللي من أهم هذه المهارات التربوية اللي هو الاستماع، الاستماع والإنصات، وشفنا الفرق بين السمع والاستماع والإنصات. السمع اللي هو يعتبر وقت اللي مثلا أني نقول معلومة نجم أنت سمعتها فقط، وهو هذاك هني تصبح العملية هي الوظيفة الفيزيولوجية اللي هو السمع للأذن، هو معناها سمعها فقط المعلومة. لكن إذا طورت عملية السمع وأصبح هناك تفاعل مع هذه المعلومة، هني ندخل في عملية في مرحلة الاستماع. ثم بعد ذلك بعد مرحلة الاستماع جي مرحلة الإنصات، وهو أن أستمع وأتفاعل وأتأثر بما أسمعه، كما شفنا الآية الكريمة إذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا له. لسائل أن يتساءل في أي مرحلة إحنا مع أطفالنا، هل هي مرحلة استماع، هل هي أن إحنا نسمع المعلومة فقط، أما إحنا ننصت أبنائنا. وهني قلت لهم الحصة اللي فاتت للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، ما تجاوبش أنت على السؤال هذا، اطرح على أبنائك، هل أنت في أنهي وضعية مع ابنك، هل أنت ابنك في استماع لي، في انصات لي، وإلا إن أنت تسمع وتتعدى. إن شاء الله نكون وطرحنا الموضوع هذا على أبنائنا وبدينا نغيروا فيه وبدينا خطينا الخطوات الصحيحة نحو التربية الإيجابية. كذلك شفنا في الحصة الفارطة أهمية الحوار داخل الأسرة، كيفاش إن إحنا نربو أبنائنا على الحوار. الحوار للأسف اللي هو معناها غايب، معناها تقريبيا داخل الأسر، كما داخل الأسرة كما داخل المؤسسة التربوية، كما معناها فما معناها فماش تواصل إيجابي، حتى كان توجد حوار يكون فيه تعسف معناها وتعنت للسلطة العليا، سوى سلطة الأب، سوى سلطة الأستاذ، ثم سوى سلطة المعلم. هل نحن بالفعل ندير الحوار وفي أداب الحوار وفي مقومات الحوار، الحوار اللي قائم على التشارك، اللي قائم على تبادل المعلومة، اللي قائم على أنني أن نمر بالأطفال من وضعيات الذات الثلاث، اللي هي إحنا عندنا ثلاثة وضعيات في ذاتنا، اللي هي
هي النضج والطفولية. النضج أنني أرتقي باللي يحاور فيا إلى مرحلة النضج، وإلا أنني رجع لوضعية الطفولة، وإلا أنني نحطها في وضعية الوالدية اللي هي تتسم بأغلبية الأوامر والمعناها تعطيه كأنه عند سلطة. هني هذه هي مقومات الحوار محمود والسادة المستمعين، أنني وقت لأني ندخل في حوار مع أبنائي نسعى أنني نكسب ونرتقي بالحوار إلى النضج. إيش معناها؟ وقت أني نسأل ابني في الحوار نعطيه أني اقتراحات، ما نسلطش عليه اقتراح فقط. هذا معناها مثلا في برشة صغار والديهم يتشكوا اللي هم معناها ما يحبوش الماكلة، مبهدلين بيهم، يقول لك معناها صغير ما يحبش يأكل. هني إن أنت تسعى اللي أنت ترتقي بابنك إلى وضعية النضج في الحوار، تخليه هو اللي قرر. تقول له مثلا هني في صغار اللي ما يحبوش يأكلوا، إيش قولك تفطر تو ولا بعد ربع ساعة؟ شفت هني محمود والسادة المستمعين، انت معناها خرجت به من وضعية الطفولة هذيك اللي هو لمرحلة النضج اللي انت اعطيت الاختيار في يده. هني هو باش يقرر، ما عادش معناها محطوط اللي هو باش يرفض الماكلة، باش يقولك مثلا لا ماما مثلا هني تفرج تو على الرسوم، خلي بعد شوية نفطر. هذه الوضعيات اللي يلزمها العائلة توعى بها انني نرتقي بطفلي لوضعية نضج في الحوار. صحيح فما معناها وضعيات نجم تكون فيها معناها دور الوالدية ولا معناها الطفولة معناها باش تبقى كل حاجة في وضعيتها، لكن في الحوار نرتقوا بأبنائنا إلى مرحلة النضج. هذا هو اللي شفناه الحصة للفارطة موضوعنا اليوم. بطبيعة ذاك ربما موضوع العام أكثر اللي هو التربية الإيجابية، باش نرجع بأكثر تفصيل، باش ناخذ كل مرحلة وحدها ربيعة، ومرحلة مهمة ومهمة جدا، وقد تكون ربما أهم مرحلة في تربية الطفل اللي هي الطفولة المبكرة. برشا ناس تسأل، وربما برشا ناس ماهيش واعية بالمرحلة وبخطوط المرحلة هذه، يقولوا الصغير ما يفهمش، ماهوش وقته، ربما ما يعطيه حتى اهتمام، يقول لك لا ماهوش. ولكن نعرفوا حتى حسب عديد العلماء والمفكرين والمفسرين يقولوا المرحلة هذه تقريبا تمتد من عامين لست سنوات، هي أهم مرحلة ربما تنجم تغير حياة الصغير هذا. بطبيعة الحال محمود هما ثلاثة مراحل في فترة الطفولة، فما فترة الطفولة المبكرة ثم المتوسطة ثم المتأخرة. لكن إذا تمعنا وشفنا علماء النفس في وبحثنا في المراحل العمرية هذه، نلقوا الأساس والباز اللي تبني عليه شخصية الطفل، والمقاومة متاع مقومات الشخصية السوية هي مرحلة الطفولة المبكرة. مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي معناها في علم النفس معناها سميت وعرفت كمصطلح بمرحلة الطفولة المبكرة، ومعناها كما قلت هي مرحلة من سنتين لست أو سبع سنوات تقريبا. مرحلة الطفولة المبكرة هذه هي فيها ثلاثة مراحل للنمو. إن شاء الله باش نتعرفوا على المراحل هذه ثلاثة، وباش نشوفوا دور وأهمية كل مرحلة، وباش نشوفوا أهمية المرحلة هذه في معناها إن تكون عندنا شخصية سوية، اللي تكون عندنا طفل سوي يخرج لنا بعد ما يمرش بمراهقة معناها مضطربة، ما يمرش باضطرابات نفسية خلال فترة الطفولة المتوسطة أو المراهقة. كما يقول إريكسون وهو عالم نفس محمود، اللي المراهق السوي هو الطفل اللي مر من خلال طفولته بنمو سوي. هني هذا هو اللي نسعونا ان احنا ان شاء الله يا ربي كل من يستمع فينا يعرف بالحق معناها حقيقة الفترة هذية وأهمية الفترة هذية في معناها في بناء شخصية أبنائنا. في كمرحلة أولى باش نتعرفوا فيها محمود، باش نتعرفوا على النمو الجسدي للطفل في الفترة هذه. النمو الجسدي نشوفوا اللي هو معناها فما تطور في البنية متاع الطفل، وفي نفس الوقت فما تطور في الدماغ متاع الطفل. في عمر مثلا سنتين الحجم متاع الدماغ متاع الطفل يمثل نسبة 75% من حجم معناها العقل متاع المخ متاع بالغ متاع إنسان
راشد، وبشوية بشوية تزيد تتطور معناها الحجم بتاع الدماغ. في 5 سنوات يصبح الحجم الدماغ بنسبة 90% من دماغ البالغين. هني التطور في معناها النمو متاع حجم الدماغ للطفل يخلي معاها فما معناها نمو في القدرات، فما نمو في القدرات الإدراكية للطفل، يولي معناها يولي بشوي بشوي معناها يفرز الليل من النهار، يفرز مثلا مثلا الأنثى من الذكر. هل المراحل هذه التطور في النمو الجسدي تتبعها كما قلت لك نمو في معناها في القدرات الإدراكية. وهني نشوفوا اللي أكيد تواني برشا ناس يسمعوا كله وهو قاعد يربط في مثلا عنده مثلا شكون في الفترة العمرية هذه، يشوف اللي مثلا في عمر 5 سنوات يصبح الطفل معناها يتكلم بشكل صحيح معناها معناها وقادر إنه هو يربط العلاقة ما بيناتي يديه عيونه والحركة متاعه، يولي مثلا يولي يقيس شوية الأبعاد هذيك وقت يجي مثلا باش يحدث حاجة. قبل ما كانش فما هكا السينكرونيزاسيون الربط ما بينات الفيزيون معناها العيون متاعه وما بينات يديه، التناسق بين حركة اليدين والعيون. هذه من أهم ما معناها يحيط ومعناها أهم تطورات اللي يعيشها الطفل في فترة من عامين ال5 سنوات في النمو الجسدي. كذلك محمود نشوفه اللي فما تطور آخر هو تطور في النمو المعرفي للطفل. وهني في المرحلة هذه اكتشفها جون بياجي وهو عالم نفس وكان عنده معناها إضافة وبصمة كبيرة في علم نفس الطفل، واكتشف في المرحلة هذه هي ما قبل العملياتية تسمى المرحلة هذه. والطفل هني معناها عنده ديما تساؤلات في الفترة هذه في الفترة متاع الطفولة المبكرة، ديما علاش ديما أي حاجة يسأل ويكرر لماذا 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 الحاجة هذيك. معناها والطفل في الفترة هذه ما عندهش معناها ما يحللش تحليل منطقي للأشياء، معناها ما يفرقش ما بينات ما هو الخيال والواقع. مثلا نعطيك مثال في المسألة هذه، إذا مثلا احنا نقولوا ذاك هاي برا معناها تو هاي باش امشي ارقد شد فراشك الليل طاح، يقول لك وين الليل طاح الليل طاح علينا انت وين الليل، فهمتني؟ بالفعل ما عندهاش هذاك المنطق في تحليل الأشياء. معناها تقول له انت الليل طاح يسخيله بالحق، بالفعل اللي هو الليل بالحق طاح عليه ومعناها وسقط. فما كما كذلك عنده في المرحلة هذه انني ما انت تشوف مثلا فما صغار في العمر هذايا يجي متعدي يتضرب في الطاولة يولي معناها يسقط على الطاولة يسقط عليه خصوصية الإنسان، يولي يقول له ضربتني الطاولة يولي يضرب في الطاولة. فمعناه عنده هذاك يحط صفات البشرية يسقطها على الجماد وعلى معناها مازال ما عندهش هذاك فصل معناها الحاجات المجردة على على الإنسان. كذلك التركيز متاعها في الطفل خلال هذه الفترة يركزوا مثلا على مثلا الأنثى هي اللي مثلا يشوف راجل شعره طويل يقول لك هذاك امرأة، فهمتني؟ يحط اللي هو معناه يربط ما هو واقعي بمعناه بالصور اللي هو مازال معناها يعيش فترة مازال ما يحللش فيها ومعناها مازال ما عندهش مفاهيم تاع فصل ما بينات ما هو واقعي وما هو اللي هو ينجم يجرد
المفاهيم هذه من الخيال بين الخيال والحقيقة. نعرف أن الصغير في الفترة هذه ربيعة ربما تكون عنده طاقة استيعاب كبرى، معناها ينجم عنده قدرة كبيرة على استيعاب الأشياء، ربما تكون أشياء مغلوطة وأشياء مش صحيحة، ولكن احنا إذا نتحكم في الأشياء هذه نعطوه الحاجات الصحيحة، لأن هذيك هي باش تكوننا كما قلنا، باش تبقى أهم مكون موجود في المخيلة متاعها وباش يبني بها الحياة متاعها. بالفعل المرحلة هذه محمود إن شاء الله حني شفنا جزئين فقط في قلنا المراحل الثلاثة اللي هي النمو الجسدي والتطور المعرفي، إن شاء الله تنوصلوا الجزء الآخر الاكتساب المفاهيم. هني على الولي وعلى الأم وعلى الأب إنهم يبحثوا في هذا المجال. راهو الفترة العمرية هذيك راهو إذا أنت تحبي ولدك يعدي مراهقة سوية يلزمك انك انت ولدك يمر بمرحلة طفولة مبكرة سوية. اش معناها؟ وقت اني نجي لولدي مثلا جي هو مثلا يحب باش يطلع للكرسي وحده، ديريكت انت تهزيه وتحطيه انت فوق الكرسي متاع الطاولة، انت هنا عملتي له هيك التطوع اللي في ذاته اللي هو الرغبة في انه هو يعمل الحاجة الوحدة، معناها لغتيها له. من اهم معناها اللي الحاجات اللي ان شاء الله تعرفوا عليها محمود بعد ما نكملوا ان شاء الله الجزء الثالث، هي الاستقلالية. استقلالية في فترة معينة بعد 3 سنوات تقريبا، من عام ونص لثلاثة سنين يولي فما معناها توق الطفل وحب إلى الاستقلالية من الأم. إن شاء الله تنوصلوا فيه جست نكملوا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة النمو الاجتماعي والعاطفي. هني الطفل في الفترة هذه عنده مخاوف واضحة من الظلام والوحوش، فهمنا خاصة في عمر هيك 3 سنوات يولي انت تشوف برشا صغار يقولك لا ما نطلعش نرقدش في بيتي في الظلمة، اشعلي الضوء، ما تخلينيش وحدي، ديما يلزم مثلا فيوس. هذه في الفترة هذه راهي فترة عادية، معناها ما نشوفوهاش اللي تقول راه ولدي باش يطلع لي خواف وباش يطلع لي، لا هي عادية وهي ان شاء الله فترة. المهم اللي انت خليه من الظلمة هذيك ابنينا رابط ايجابي مع الظلمة. هيا ولدي مثلا حتى كان مثلا هو ما يحبش قول هاني باش ندخل معاك يعني في فراشك، وحتى كان خلينا الضوء خافت جدا، وابدا احكي له قصص، ما تحكيلاش قصص على الوحوش وواحد هو باش يرقد دخل رعب، هو مرعوب زدت رعب، احكي له قصص نتاع قصص جميلة هادفة فيها معناها معاني ايجابية، و وبينا دور السكينة ودور الهدوء. كيف كيف هنين في الفترة هذه محمود والسادة المستمعين، فما جانب عدواني في عند الأطفال خاصة في سن 3 سنوات، تلقى الأولاد يميلوا للعدوانية الجسدية، معناها يكونوا هكا معناها شديدين واللي يحبوا يضربوا يحبوا إيه، لكن بينما نشوفوا البنات نشوفوا فيهم اللي هم يكونوا معناها العدوانية متاعهم خفيفة شوية، دي في الشتاء وفي معناها في بعض الكلمات، وهنا كيف كيف يولي هو يفرق أكثر ما بينات البنت والولد. إذا شفنا محمود خويا في أستاذ المستمعين إن إحنا في مرحلة الطفولة المبكرة راهو ابنكم باش يمر بثلاثة مراحل، نمو جسدي تطور معرفي ونمو اجتماعي عاطفي. إن شاء الله هنا باش نزيدوا نحكوا عليه. حاجة أخرى ربيعة، ربما ثم تساؤلات غريبة تبدأ في المرحلة هذه عن مثل نشوء الكون، عن ربما على الخالق، على برشا حاجات ربما احنا ما نخذوش فيهم، معناها فكره الخالق ولا الصانع بطبيعه للخلق هذه برشا يسال ايش اللي يقولك لا مش دخلك في الاسئله هذه، ولكن علاش قلنا هني هو يولي يسال على كل شيء، يسال على كل شيء ويلزم يلقى اجابه مبسطه حسب قدراته هي اللي شفنا المعرفيه، على خاطر شفنا حتى الدماغ نتاعه مازال ما اكتملش، قلنا لنوصل 5 معناها لهني 5 سنوات وهو الدماغ نتاعه 90% من مخ نتاع انسان. برشا ناس يقولوا ربي حتى نقاطعك يقولوا معناها يلزمنا نستغلوا وخاصه الوالدين يستغلوا المرحله هذه باش يعرفوا الصغير معناها بالخالق نتاعه. اي بطبيعه الحال، اما حسب قدراته هو الذهنيه. ما نهروش ما نصدوش. يعطيك الصح، لا هو ريت السؤال السبب
بدون نتيجة يبقى ديما في أذهاننا مطروحة. مهما سألكم أبنائكم بسطوا المعلومة، هني ضرورية إنك أنت تعرف بالخالق عز وجل، خالق اللي خلقك، خلق لك الجسد نتاعك، أخلق لك النظر نتاعك، وأربط ربط وثيق في الفترة هذه بين الحاجات الإيجابية والحب الله عز وجل. رد بالكم تخوفوا أبنائكم من إن أنت رد بالك كان ما صليتش ربي لما يحرقك بالنار. هذه هي الحاجات اللي تخلي معناها ما فماش حب لله عز وجل. وقت اللي تبني أنت معناها رابط إيجابي مع حب الله عز وجل في الصلاة وفي العبادات، وتعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم معناه وتبسط له المفاهيم حسب قدراته هو المعرفية. ادخلوا ابحثوا في اليوتيوب وفي الانترنت، ادخلوا للدكاترة وفي علم النفس كيفاش تبسط المعلومة. هنا الطفل راهو يولي شفية، معناها كل الرغبة اللي عنده داخلية في البحث عن المعلومة تولت، معناها السبب عنده نتيجة. راهو الصغير، نعطيك مثال، مثلا تقول هاي برا ارقد تو، يقول لك علاه هني لان ما نحبش نرقد تو، قول لا ارقد تو كهو اني قلت لك تو قيت نتاعنو. ريت عطيت النتيجة انت ديراكت يقول لك باه انت قلت لي تقيت نتاعنو، حتى كان ما تقول لاشي مثلا راهو باش تنوض الصباح بكري ولا واحد. المهم اعطي فما سبب وفما نتيجة. اذا وجدت النتيجة راهو يولي السبب معناها من نوقفوش عليه. هني كيف كما قلت لك محمود، يلزم ان احنا معرفة الخالق عز وجل الفضل متاعه. وهني نصيحة لكل الاولياء باش نعطيها لهم في هالمجال هذايا، انني يقول لك مثلا ولادي راهم ولدي مبهذل بيا في الصلاة، ولدي يقول لك مبهذل بيا في الصلاة. نصيحة لكل الام، هم ان انت في 6 سنوات ابدي علميه الصلاة، ابدي هي قبل ما تعلميه الصلاة احكي له على فضل الصلاة، احكي له علاش نصلوا، علاش ان انت الله عز وجل اعطاك يدين، اعطاك نظر، اعطاك رجلين، اعطاك نعم لا تحصى ولا معناها لا تعد، وهو طلب منك فقط 5 صلوات، لكن نعرفوا الفايده نتاعها. فك السجود راهم يدابوا واه في الخارج، هكا السجود هذاك معناها يعمل ديشارج للطاقه السالبه من الدماغ نتاعنا. بسط له وبني له القيم قبل ما انك انت الطالبه بالسلوك اللي هو معناها اللي هو صلي. وخلي نهني نصيحه باش نعطيها لكل ام تسمع فيا، انت اذا كل يوم محمود على الاقل 5 مرات ولا 10 مرات ان تتذكر المعلومه هذه في قدام ابنك، من مثلا من بدايه 6 سنين و5 سنين. اهم شيء الصلاه، اهم شيء الصلاه، خليك انت تحكي تكرار اهم شيء الصلاه، اهم شيء الصلاه، تدخل للاوعي نتاعه يولي هو وين يسمع الاذان وين يسمع كلمه الصلاه تجي ترن في اذنه، اهم شيء الصلاه، اهم شيء الصلاه. هذوما دي فلاش يتعطوا بالتكرار تترسخ في ذهنه وتبقى معاه من غير ما انت تتعب روحك. وابني كما قلت لك على القيم وعلى المفاهيم الصحيحه قبل المطالبه بالسلوك. بطبيعه مهم جدا ديما نحكوا على الام ربيعه، لان هذا ما يشك في حد ان دور الام كبير، ولكن هذا ما يمنعش ان الاب زاد يتحمل مسؤوليه كبيره، وهي مسؤوليه تشاركيه ما بين الاب والام. تحيه لكل الامهات، تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، وأكيد هم المتحملين المسؤولية ربما الكبرى كما قلنا ربيعة الأولياء. هذا ما يمنعش الأباء زاد عندهم مسؤولية كبيرة، لأن المسؤولية في تربية الأبناء هي مسؤولية مشتركة ما بين المرأة والرجل، خاصة نعرف أن المرأة نسبة كبيرة بدت منها مرأة عاملة. من الأشياء اللي ربما الموجودة وتظهر العلامات هذه متاعها في الطفولة المبكرة ربيعة هو العناد. يعرفوه العناد هو ظاهرة سلوكية تبدأ في مرحلة مبكرة من العمر، فالطفل قبل 2 سنين من العمر لا تظهر مؤشرات العناد في سلوكه، لأنه يعتمد اعتمادا كليا على الأم أو غيرها ممن يوفرون له حاجاته، فيكون موقفه متسما بالحياد والاتكالية والمرونة والانقياد النسبي. ربيع أنت حكيت لي قلت لي أمر عادي العناد، وربما هذاك هو الطبيعي أن الصغير يكون عنده السلوك هذا متاع العناد. بالفعل في سن معينة العناد في سن من 1.5 تقريبا إلى 3 سنوات هي مرحلة ضرورية وطبيعية للطفل.
إيش معناها مرحلة ضرورية طبيعية؟ إني أني نشوف صغيري تظهر عليه معناها ويحب يكتسب في سلوكه، مثلا يحب يهبط واحدة من الفراش، يحب يأكل واحدة، يحب مثلا يغسل يديه واحدة، هذيك كلها ظواهر طبيعية. إذا إحنا ما عرفناش اللي هي في الفترة هذه فترة من عام ونص تقريبا لثلاثة سنوات، صغيرنا يحب فيها نزوع إلى الاستقلالية، على خطر قبل عامين ما كانتش عند للطفل أنا، الأنا متاعها كانت هي أمه، الأمة هذيك الأم متاعها هي هذيك منطقة الأمان متاعها. مثلا أنت تو في مجازان ولا يضيع الطفل مثلا هيك ضاع شوية على والديه، يجي مثلا إذا لقيه أمه وبابا ديركت، إذا جي ديركت يجري الأمة. علاش؟ خطر هي تمثل الأنا متاعها، هي منطقة الأمان. إيش معناها منطقة الأمان؟ كل إنسان سواء معناها إذا كان الطفل منطقة الأمان متاع هي الأم متاعها، وإذا كان مثلا كيفنا إحنا كبار عنا اللي يحيط بينا في جسدنا معناها مسافة قصيرة ياسر، هذيك منطقة الأمان. وإذا تخلك فيها حد أبار الأقرب الأقربين مثلا زوجتك أبنائك أسرتك محيطك، تحس روحك متقلق. مثلا نعطيك إكزامبل، في أسانسور أنت مثلا طالع ويولي مكتظ وكله، ودخلوا لك في منطقة الأمان متاعك، تلقى الناس كلها هيك زي مثلا واحد شاد بورتابل يلعب به، معناها متحرش مش مرتاح، مش مرتاح، على خطر هذيك ما يسمى بمنطقة الأمان. هنا الطفل في قبل سنتين منطقة الأمان متاعها هي الأم متاعها، وفي هذه اللي معناها الفترة هذه يميل فيها الطفل إلى الاستقلالية، يولي يحب كل شيء يعمله وحده، ويولي يحب مثلا البنية تحب تمشط شعرها وحدها، تحب مثلا تلبس حوايجها وحدها، يحب تلبس كراساتها وحدها. هذه كل راهي ظواهر طبيعية، لكن اللي احنا معناها اللي يؤسف ويخلي، وهني زادا نسوق نصيحة لكل أم تسمع فيها، إذا ابنك ما عنده ماشي العناد هذايا، هو يسمى عناد إيجابي، هذايا عناد لي معناها هو للاستقلالية، لي معناها استقلالية باش تبني عليها أرضية صحيحة متاع شخصية معتدلة، شخصية سوية. إذا ابنك ما عنداش العناد هذايا يلزمك تعرضه على مختص، على طبيب، تهز على خاطر راهو ضروري إنه هو الصغير في الفترة هذية باش يولي يسعى إلى الاستقلالية، استقلالية من أناء الأم ويبني الأناء متاعه. هنا كي محمود فما وأكيد برشا أمهات تسمع فيها تو برشا أباء، إن ولده في العناد هذاك يسخيله، ولده قاعد معناها يعاند لغاية العناد، وتشوف ساعات ناس إيه يقول لك ها منهم من الصغر ها راسه كاسح ويكسر في راس، كسر لي في راسي من الصغر ها، وبش يطلع لي هذا راس حجر بش يشيح لي ريقي من بعد، ويتولي هيك التأويلات والإضافات متاع المحيطين بيك، ومعناها ويسعوا اللي هم معناها ينحوا للعناد هذا بينما هو راه راهو فترة معناها طبيعية جدا ان ابنك باش يتسم بالعناد في المرحلة هذه. لكن اللي يؤسف اذا انك ابنك مثلا يحب باش ياكل وحده، يشد المغرفه وكاد تجي انت تفكي منها المغرفه، هات جاي هات جاي لا علاش كي تاكل تطيح، كي تاكل ماكش باش تاكل بالكدي. هذا كله راهو قاعدين نشاهدوا فيه للاسف، وني برشا تو اكيد يسمع ويقول ايه بالحق اني نعمل هكاك. هني راهو هذا من الخطا الفادح، انك انت تتصرف مع طفلك في الفتره هذه، الفتره العمريه هذه، في اللي هو قاعد يحب يبني فيها استقلاليه ويبني فيها ذاته ويستقل عليك انت كأم، راهو من الخطأ الفادح انك انت معناها تكبتي وترغميه على انه هو معناها ما يعملش على ذاته وما تكونش عنده استقلالية ذاتية. وقت صغيرك يجي يحب ياكل انت معناها حذيه في المسألة هذيك، مش تقول لها هات جاي وتطيح واحد، اعفرشي له بلاصة، حطي له بليصة، عملي له طبلية متاع باش ياكل بيها، وخليه ياكل، كان يحب على كرسي، كان يحب على في اللوطا. هذيك راه هو وقتها قاعد يبني في ذاته. وقت الصغير يعني يجي يتشعبط ويحب يطلع في الكرسي، مش نهزه ونحطه طرف في الكرسي يعني سيء، ما سهلش منها راه اني نحط صغيري في الكرسي، لكن اني
نخلي ساعدة. ابني يحاول ويحاول اللي هو بش يطلع ويقعمز على الكرسي، راهو هذيك انت عاونتيه على ان هو بناء ذاته، بناء الاستقلالية متاعه. وقت يعني صغيري بنتي مثلا حتى كانت تقول لك لا مثلا اني نحب نمشي شعري ماما وحدي وكل هاتي جاتي باش تمشي شعرك معاش بكري على الروضة معاش بكري على باش نهزك للروضة في سن ثلاث سنوات معناها كل للأسف معناها ماذا به الطفل يشبع من البيت متاعه ومن أسرته ومن عائلته قبل معناها ما يؤخذ إلى معناها الروضة. خليها مثالش، خليها تمشط شعرها بنتك، خليها تمشط شعرها، أما ما تقول لهاش بعد ريتي هانك مسطيه خايب هانك خليتيه مفرعت، قولها صحيتي بنتي ما شاء الله عليك والله يعطيك الصحة هاك عرفتي تمشطي شعرك، أما تروح خلينا نزيد نقدوه هكايا شوفي محلاها مثلا شو معناها. دخلوا المفاهيم الإيجابية جميل. المفاهيم اللي تبنى بها الشخصية مش اللي تهدم بها الشخصية، على خاطر وقت اللي أنت تصد ابنك مثلا صغيرك مثلا في سن 3 سنوات يحبوا ياسر ان هم يلعبوا بالبات، وقت انت مثلا في المطبخ وعملتي مثلا عجينه تعملي في بيتزا ولا اعطيه شويه ولا كسره ولا اللي هو اعطيه شويه من العجينه هذيك راهو تخدم بسيكوموتريسيتي الحركه عند الطفل وتنمي معناها الحركه الصغرى عند الطفل اللي هي نتاع الاصابع وتنمي الموهبه عند الطفل اللي صغيرك يولي يحب يجسد حاجات يحب يصنع حاجات بالبات هذيكي. هني راهم بارش حاجات في حياتنا يلزم احنا نغيروهم يا محمود، يلزم نفهمه كل فترة عمرية يلزمنا نبحثوا عليها. للأسف راهم هناش قاعدين نبحثوا يا محمود، معناه وإحنا انزلت علينا أول آية في القرآن اقرأ، وإحنا ماناش قاعدين نقرأ ماناش قاعدين نطالع وقاعدين الله غالب معناه نضيعوا في وقتنا. والله قال الآخر لكن يلقى ساعة على 24 ساعة واحد ماذا به راهو لما ياخذها ويستغلها. هني استغلوا أوقاتكم، استغلوا أوقاتكم في إنكم بالفعل تتعرفوا على معناها حاجات أبنائكم في كل فترة، خاصة راهي هذه فترة الطفولة المبكرة. فترة الطفولة المبكرة راهي تبنى فيها شخصية الطفل، وإذا ولدك ما عاشش فترة طفولة مبكرة سوية راهو باش تتعب فيهم بعد في 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 فترة الطفولة المتوسطة وفي فترة الطفولة المتأخرة. نرجع هنا محمود والسادة المستمعين إلى إذا الطفل معناها ما خلوش مسكين معناها ياكل وحده وما خلوش يلبس وحده ويرغموا فيه، ومن بعد أنت تقعدي تلوم يا ولدي بخيل طلع لي، ولدي ما يحبش يلبس حتى صباطة، ولدي ما يحبش يلبس حتى طبليتة، أنت هي اللي بنيتي الجانب هذاك، أنت هو اللي ما خليتيش يستقل عليك. وقت اللي هو في الفترة هذه من عام ونص تقريبا لثلاثة سنوات اللي هو يحب بالفعل يعمل استقلالية أنت ما خليتيش، علاش هنا يلزمنا نعرف كل الأولياء اللي في الفترة هذه ذي راهو ابن حاب يصنع شخصيته. وقت اللي انت تضطهديه وتقمعيه ما تخليش معناها يعمل على ذاته راك انت بعد باش تتعبي، راهو ما عادش يحب يحلك الباب، راه ولدي شوف الناقوس يضرب راه ماهوش باش يمشي لك، راه ولدي البس طبليتك والبس صباطك راه مش باش يلبس، يعمل عليك يولي يبقى حتى لسن ست سنوات وفما بعد وهو يستنى فيك انت باش تلبسيه طبليته وتلبسيه صباطه وتلبسيه معناها وتقضي له حاجاته الخاصه. اذا الطفل معناها هني وجد معناها صد في هذه في العناد الطبيعي في الفتره هذه باش تظهر عليه معناها عناد واضح وصريح. العناد هذايا تلقاه معناها فما اطفال عدوانيين اجريسيف ياسر معناها يردوا في حتى تجيبش تبوصه مثلا يدزك غادي يقول لك ابعد عليا واحد هذيك راهي كل معناها تصرفات نتاع الطفل في فتره معينه هي ناتجه عن عدم اشباع لحاجات نفسيه، حاجات نفسيه في عند الطفل ماهيش مشبعة على خاطر هو ما عاشش هكا الاستقلالية الطبيعية، يولي عدواني ويولي عنده معناها رفض واضح في كل شيء، يقول لك لا يحب ياكلك، لا يحب يدخل مثلا انك انت حبيتي مثلا باش نحيل الكوش، لا يحب يدخل التواليت، يبهذل بيك ويبهذل بحالك، علاش؟ على خاطر انت ما عرفتيش اللي الفتره هذيك راهي فتره اللي هو يبني فيها الاستقلاليه نتاعه، وتظهر هذه المعارضه السلبيه كما قلت لك بمعناها ما نحبش وتولي عندها معناها تناسي كبير ولا مبالاة كبيرة. هذايا بالنسبة لما هو واضح لنا في العناد إذا هو وجه بالصد، لكن فما عناد آخر سلبي وهو مستتر وخفي وبرشا أولياء ما يعرفوشي
قاعد معناها أبنائنا يمارسوا فيه نتيجة لعدم إشباع لحاجات نفسية طبيعية عند الطفل. من بينها هذية إذا معناها الطفل تقهر من والديه ومن قبل أمه وباباه ومعناها وما مارسش فترة الاستقلالية الطبيعية بكل معناها راحة، باش يكون عنده نشوفه تظهر عنده التأتأة، يولي وكوك، يولي صغيرنا عنده كثرة البكاء، الصغار اللي يبكوا ياسر، ولا ينوض في الليل يبكي معناها مفجوع، وإلا عنده التبول اللا إرادي، ما راهم من كلهم هذوما بما يسمى بالعناد السلبي الخفي اللي أنت ما تعرفاش، اللي هو نتيجة لسلوكك أنت مع ابنك، نتيجة اللي أنت ما خليتش ابنك يعيش معناها فترة طبيعية في الاستقلالية، معناها فترة طبيعية في البعد على أنا الأم وتكوين الأنا الشخصية للطفل. هل العناد السلبي هذايا معناها ينجم كما قلت لك محمود، ينجم يكون عناد واضح بالعدوانية والمعناها اللامبالاة والتناسي والمعارضة، ونجم يكون هو خفي بالتبول اللا إرادي بالتأتأة بالكثرة البكاء عظم الأظافر، فما صغار تلقاهم قاع مزيق الظهارة تك 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 ونار كل هو واحد، وتلقاه عاد مش جوا يقولوا له لا معناها يفهموه وصباعك مزيانين وأظافرك جميلة ولدي، وتبوسي له يده وتقول له لا ولدي محلام محلام أظفر ولدي طرياف، تصرف قاع على يده نحي 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 صباعك من فمك، واللي هي ما تعرفش اللي هي وراه هذيك قضم الأظافر هو إعلان صريح عن وجود حاجة نفسية غير مشبع لدى الطفل، اللي هو ابنك راه في حاجة عنده حاجات نقصاته في نفسيته. إن شاء الله يا ربي الكل من يسمع فينا وعي بالفترة هذه بالفترة المهمة والحساسة في بناء شخصية الطفل. هي هني معناها نسقل لكم قصة للطفل معناها في سن معناها في سن الطفولة، شاف باباه معناها قاعد ينظف في سيارته، قال معناها ويشوف فيها ويلمع فيها ويرقل فيها وكل، فسأل معناها قال بابا معناها كم تساوي السيارة؟ قال ولدي راي السيارة تساوي الكثير معناها، وكل ما اعتنيت بيها ونظفتها ولمعتها ومعناها واعتنيت بيها وديما هك نتفقد لها عجلها ونتفقد لها زيتها ونتفقد لها ليسانس متاعها وتنظيفها، راهي كل ما جابت لي فلوس أكثر حتى نجيبش نبيعها تجيب لي معناها كمية كبيرة من الفلوس. طقطق الوليد راسه وبكل معناها حزن وأسى، قال بابا يظهر لي السيارة تساوي الكثير، لكن بابا يظهر لي أني لا أساوي الكثير عندك. معناها شوف معناها كيفاش الطفل ربط كيفاش باباه اهتمام الأب معناها بالسيارة، إنه هو يلمع فيها وينظف فيها ومعناها ويرقل فيها بالجانب المادي يعطيك الصحة، كيفاش معناها علاش خطر هذيك سيارة باش تجيب له فلوس أكثر، بينما ابنك اللي باش تخرج المجتمع اللي باش تبني ابن سوي ابن معتدل ابن ما نشوفوش فيه الظواهر للأسف اللي قاعدة تصير في المجتمع، ظواهر متاع الجريمة، ظواهر متاع التشدد في الديني، ظواهر معناها متاع كل ما هو معناها تطرف في المجتمع، راهو ناتج عليك أنت يا أم ويا بابا، هذم هم أنت دورك أنت باش تخرج طفل سوي معتدل، وقت اللي أنت توعي لي إن ابنك راهو هذيك هي فترة اللي تتبني فيها شخصية الطفل، كما قال المدرسة التحليلية مع فرويد قال راهو شخصية الطفل تبنى في الخمسة سنوات الأولى وتبنى باللعب، فمش معناها نجي نعلم ابني تعال هاي نتعلم، ولا ألعب معاه وعلمه باللعب، وقت اللي تلعب مع ولدك راهو تمرر له دي ميساج مهمين، وقت اللي تجي تلعب معاه هاي ولدي نلعب وهي كذا كورة واحد وكل، علموا الأطفال وهم يلعبون، هذه قولة لبياجي معناها إن أنت صغيرك تعلم وهو يلعب، مش تعلمه معناها تحطه باش تقعمز، خاطر فترة هذية فترة لعب، فترة حاجة إلى اللعب وفترة في حاجة إلى عديد معناها الظواهر الطبيعية اللي نشوفوها يلزمنا نعرفوها ونعرفوها اللي هي طبيعية مثل العناد. هني أسوق
هني محمود نسق الى كل ولي معناها مثلا للاسف مشي اللي هو كبت صغيره في هالعناد الطبيعي هذاي وصار له اضطهاد وفاق بروحه تو ان شاء الله يربي من خلال الحصه هذه اللي هو راهو عناد طبيعي لابنك ماهوش اي ان شاء الله يا ربي يراجع سلوكاتنا في الفتره هذه باش نعطي ان شاء الله كي العلاج النفسي للفتره هذه هو يسمى بضمه التاءات الثلاث ما معنى هو هذايا مشروع عالمي اكتشاف معناها مجموعه من علماء النفس الفرنسيس الاكتشاف هذايا يسمى بالتاءات الثلاث اش معناها التاء معناها التحكم التاء معناها التركيز والتاء معناها التهدئه هضم لتروسي والا التاءات الثلاث تعولجت بأربع ضمات يوميا الضمات هذه بعد يوميا معناها أربع ضمات كل ضمة لمدة دقيقة نشد صغيري نحط على صدري ومعناها هو ما أكثر مكان يرتاح فيه الطفل هو حضن الأم حضن الأم هذاك هو المكان اللي يهرب له الصغير حتى كان صغيرك يبكي ويعيط ويضرب ويواه يراه وجربوها شدي واحتضنيه والله راه كأنك جمرة حطيتها في الماء لما ديراك تمتصيك الغضب متاعه ومعناها ويتنحك الطاقة السالبة الكل هني الضمات الأربعة هذية تكون معناها ما همش مع بعضهم بطبيعة الحال فرقوهم على نهار كامل الضمة الأولى ومعناها الأربع ضمات كل ضمة بدقيقة إيش معنى تشدي ولدك تحطيه معناها على صدرك وتقولي له ولدي هيا تعال نعملوا عزازة تعال واحد لكن خليها بدون كلام فهمتني خليها بدون كلام ونحاولوا نعملوا التنفس اللي قلت لكم عليه المرة اللي فاتت إني نجبد شهيق في أربع أوقات معناها واحد اثنين ثلاثة أربعة ونشد الشهيق هذاك في صدري لمدة وقتين معناها واحد اثنين ونخرج من أطراف شفايفي وكأني نطفي في شمعة من ثمانية أوقات فما فوق ما معناها ثمانية أوقات فما فوق معناها نعد واحد حتى لثمانية نعمل نحط ولدي في صدري نجبد ونخرج نفس بشوية بشوية ونعاود نفس هذاك نعملوها من عشرة أيام لثلاثة أسابيع صدقوني جربوها يمات يا أولياء كانك أنت ولا زوجة ولا الأم ولا الأب أربع ضمات يوميا أربع ضمات هذوما راهو تداوي لما تشوف ولدك واللي عنده تحكم أكثر في ذاته واللي عنده تركيز واللي عنده يرجع للكالم تاعه إن شاء الله تكون عودة. الرسالة وصلت معنا اتصال ربما يكون الأخير من أخت لطيفة لو عسلامة ألو عسلامة أخوي مرحبا بك شكرا لي الحمد لله فضلي عطيك اختي ربيعة عسلامة مرحبا بك فضلي اختي لطيفة مرحبا بك فضلي لاباس عليك عرفتيني والله ان شاء الله ما عرفتش الصوت مرحبا بك اختك لطيفة مرحبا بك لطيفة ما عندناش برشا وقت كان عندك تساؤل تفضلي دايبي. لا انا بنتي ما انا حكيت لك عليها اني جيتك للنادي عرفتيني قلت لك اللي قلتيه تو كلها فيها هي معناها زوافرها كلاتهم بالقديم بالقديم انا ما نحكيلكش أنا عارفة وضعية بنتك اللي هي معناها تعرضت للخوف ومعناها من معناها بينتولها اللي هي عملية اختطاف وتنجم هي ماهيش عملية اختطاف معناها جست هني أنت مشيتي في الموضوع اللي قلت لك عليه مشيتي بديتي أنك أنت تبسطي أي أبدي إن شاء الله بالجانب هذاك لطيفة أنك أنت تبسطي الابن البنتك وترجعي لها الأمان متاع الشارع والأمان متاع الطريق على خاطر ريتي اللي انت وقت صغيرنا هني نصيحه لكل ام اللي التجربه اللي عاشتها لطيفه مع بنتها ان هي بنتها كانت تمشي في الطريق وكانها تعرضت وقفت لها سياره وقلت لها مراه هي اطلعي معايا في الكرهبه هني كي روحت البنيه للدار امها قلت لها ليه ما تطلعيش وهذاك باش تخطشك معناها تهولت المساله بون احنا يمكن غادي في شنني الناس تعرف بعضها ومعناها مش كيما هني في جابس مثلا يوقف لحد بالسياره باش يطلع معاه يمكن غادي معناها الناس تعرف بعضها اكثر وحتى انا ما عرفتهاش بنتي وقت يجيني ابني ويقول لي المساله هذه رد بالكم تهولوا هاله وتقول لي هاكا باش يخطفك رد بالك تطلع معاه خلي بسط المعلومه قول له ولدي بلا ما نطلعوا كان مع اقاربنا نطلع مع عمي نطلع مع خالي نطلع
مع حد تعرف، اما حد ما تعرفهش ما تطلعش معاه في السياره. هني البنيه هذه صارت لها معناها في الدار كي روحت تهولت المساله، ولت هذيك بنتي انت صارت لك عمليه اختطاف وباش يخطفوك ودخلوا لها هاجس ومعناها وخوف شديد، ولت البنيه معناها ما عادش عندها ثقه لا في نفسها لا في الطريق، لا ما عادش تحب تمشي اصلا. لطيفه ابدي بالضمات الثلاث ان شاء الله، طن اتصل بيك ان شاء الله ونواصل ان شاء الله البرنامج معاك. لا ما كنت نوفرها أنا، معناها عادي تو كان نوصل لطيفة. أعمل الضمات الأربعة اللي قلت لك عليهم هذوما اللي قلت تو، فهمتي؟ أبدي أعمل الضمات هذيك. نعم لما كنت نتصل بيكم ما سمعتهمش بالقديم، هذا بيتعودوا. باه باه ان شاء الله نعودوهم بسرعه هما. ان شاء الله ان شاء الله. ابقى في الاستماع اخت لطيفه، قبل ما نجاوبوها ناخذ اخر اتصال. مساج ماخذت خاطر خاطر طلبتنا، ما عادش عندنا برشا وقت. الو عسلامه. الو صباح الخير. مرحبا بك ام قاسم. مرحبا بك تفضلي. بالله انا عندي ولدي من اللي توفى بابا تو عنده عميل حتى طبعه تبدل معايا تو عمره 15 وبريس. من اللي توفى بابا ولدي بدي مش عارف تركي فيه ترجعني. للاسف قطع الاتصال، مش عارف كان وصلت المسج. لطيفه مش عارف تجاوبها في المباشر ولا لطيفه. ان شاء الله بون الضمات الاربعه نجموا نعاودوهم بسرعه. هم اربع ضمات، كل ضمه بدقيقه تخلي ابنك في حضنك وتتنفس التنفس اللي قلت عليه، تجبد شهيق كبير وتشد الهواء في صدرك وتخرج الهواء من اطراف شفايفك كانك تطفي في شمعه. الطريقه هذه هي طريقه استرخاء في التنفس. دونك تعدي انت كي ولدك يولي لاصق صدرك يولي هو حتى باش يتنفس بالطريقه هذه، وتنجم تتصلي لطيفه ان شاء الله ونعملوا برنامج. بالنسبه للام قاسم، ام قاسم طبيعي انه هو ولدها معناها صارت في سن مراهقه، هو بدايه المراهقه 13 سنه توفى الاب تو عمره 15 سنه باش يترجع لها في الدراسه. وواحد يلزمك يا لطيفه انك انت يا ام قاسم انك انت تعرفي كيفاش تحتوي ابنك. ادخلي وابحثي يا ام قاسم ولوجي كيفاش التعامل مع الطفل في سن المراهقه. احتوي ابنائكم معناها حمليه ان هو انت تو في بلاصه باباك، انت تو باش تاخذ المسؤوليه، انت تو راه ولدي باش تعاوني، ما تخليش انت السلطه العليا، بالعكس احمليه الوضعيه النضج اللي حكينا عليها من بكري، واعطيه مسؤوليات وكلفيه بمسؤوليات، واسعي انك انت تبحثي في الانترنت. والحمد لله ما بيناتنا وبيناتها معناها كلمه وتلقوا بحر من المعلومات ان شاء الله. ان شاء الله ربما نعطوها اكثر نصايح في الحصه القادمه. شكرا لك، بارك الله فيك ربيعه. بكري مررنا غنايه ربما فيها تحيه للام، تحيه حتى لكل الاباء حتى المقصرين ان شاء الله ربما يراجعوا انفسهم في تربيه الابناء بالطبيعه. قلنا واجبهم على الاحسن في العموم. شكرا لك. سبور الموسيقى الاخبار وزفن ثم معك التصويره.